هنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهارده من تنس الطاولة. النهارده أجريات قرعة بطولة العالم للفرق والمختلط واللي هتقام في الصين خلال الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر القادم. القرعة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية اللي بتضم اليابان وألمانيا وبولندا، ودول طبعا ثلاث دول ومنتخبات من العيار الثقيل ومنتخبات قوية جدا. منتخبنا طبعا هيبدأ بمواجهة بولندا يوم الأحد ومواجهة اليابان يوم الاثنين، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء ألمانيا يوم الثلاث، على أن تقام جميع المباريات في تمام الساعة الواحدة ظهرا. مكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد استقر على قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، وتضم كل من مروان جمال، بدر مصطفى، محمد وليد، علي سعيد وعلى سعيد الرجال، بينما تشارك مروة الهضيبي، هند فتحي، وآلاء يحيى، وعلى صعيد السيدات يرافقهم طبعا الفريق او يرافق الفريق عماد مصلحي مدرب المنتخب. والبطوله بيشارك فيها 16 منتخب تم تقسيمهم على اربع مجموعات في الصين. طبعا افضل منتخبات العالم في اللعبه يعني على قمه المجموعات الاولى. طبعا المنتخب الاكثر ترشحا للبطوله طبعا المنافس يعني اللي مشفرين اللعبه منتخب الصين، وبطولات تنس الطاوله دايما بتكون فيها يعني عنصر منافسه مع الصين. انت تروح تكسب الصين انت خلاص دخلت يعني على الطريق الصحيح، ولكن صعب تكسب الصين. ولكن بدات بارقه الامل في الفوز على اللاعبين الصينيين عن طريق بطلتنا هنا جوده اللي حصلت على برونزيه تحت 19 سنه في بطوله العالم بعد فوزها في دور الثمانيه على اللعيبه الصينيه.